بسم الله الرحمن الرحيم. عملية علاء عجلان لعلاج سرعة القذف، أحدث تقنية في العالم لعلاج سرعة القذف. عملية علاء عجلان بدأت عام 2009، بقالنا 13 سنة بنعملها. نسبة نجاحها في البدايات كان 71%، مع تقدم البحث والدراسة وصلنا في عام 2016 إلى نسبة نجاح 97.6%. بعد كده طورنا حاجة اسمها البريدكشن تيست أو اختبار تنبؤي، ده فحص عادي بنعمله في العيادة أو شوية أسئلة نسأله لو مش هنعمل الفحص، بنعرف منه المريض هيستجيب للعمليه ولا لا، والنتيجه المتوقعه بتبقى في حدود قد ايه قبل ما ندخله اوضه العمليات. وده كان حاجه محوريه في العمليه. عام 2021 بفضل الله عز وجل وصلنا لحاجه اسمها ساتسفاكشن ريت، يعني معدل رضاء 99.6%. البحث ده معمول على عدد كبير جدا من المرضى، ومرضى من 36 جنسيه مختلفه و12 في امريكا، وبفضل الله عز وجل يعني خد موافقه على الكلام ده كله واتعرض في مؤتمرات. ساتسفاكشن ريت 99.6%، يعني نسبه رضاء 99.6%، ده يعني حاجتين. يعني اولا انها اكثر العمليات نجاحا في العالم فيما يتعلق بجراحات سرعه القذف. ده من ورقه وقلم. تاني حاجه انها اعلى العمليات امانا من الناحيه الطبيه. ليه؟ العمليه ما بتاثرش على الانجاب، لانك ما بتشتغلش في الخصي، ما بتاثرش على الانتصاب، لانك ما بتشتغلش في النسيج الكافي، ما بتاثرش على الاحساس، لانك ما بتقصش فيها الاعصاب ولا بتشتغل في الاعصاب. انها دائمه، وده بيت القصيد. عمليات سرعه القذف اللي كانت موجوده في العالم قبل عمليه علاء عجلان كانت مشكلتها كلها انها مؤقته. يعني العمليه ممكن تقعد 6 شهور 8 شهور حد اقصى سنه، وبعض العمليات بتقعد شهرين او ثلاثه. وده وفقا للناس اللي هي بتشتغل في الكلام ده. يعني الناس المحترفين في جراحات سرعه القذف يعني بدأوا يتكلموا عن عملية علاء عجلان، ويمكن في مقدمتهم دكتور بارك ده أحد كبار أساتذة المسالك الكوريين، ويعني معروف يعني على المستوى العالمي. يعني هو أشاد بعملية علاء عجلان وقال إنها أفضل من التقنيات الكورية اللي بتستخدم في كوريا لعلاج سرعة القذف بفضل الله عز وجل، والكلام ده موجود على الإنترنت اللي عاوز يراجعه. عملية علاء عجلان ببساطة إيه هي؟ عملية علاء عجلان بتتكون من جزئين. الجزء الأول بنقص منطقة صغيرة حوالي نص سنتي من مكان الطهارة من أسفل اسمها المنطقة دلتا، وبنقص عضلة صغيرة أسفل القضيب اسمها البالبوس بونجيوسس. المنطقة دلتا دي هي فيها مستقبلات جنسية ثلاث أضعاف أي حتة في القضيب، حتى رأس القضيب بتماثل جي سبوت عند السيدات. المنطقة دي في الناس اللي مطهرة كويس، يعني اللي عندهم مطهرين كويس مفيش زيادة في الطهارة ولا حاجة، بتبقى مش موجودة، يعني بتبدأ في الطهارة. العضلة بلبوس بونجيوزس في بعض الناس خلقيا مش موجوده، واحنا اثبتنا الكلام ده وقلناه في مؤتمرات. فانت دي ممكن تتشال في ناس كتير اثناء الطهاره ما عندهمش مشكله، ودي في ناس مش موجوده عندهم اصلا مش مولودين من غير فبرضه ما عندهمش مشكله. ايه ميزه الاثنين دول؟ عمليه القذف بتتكون من جزئين، المرحله الاولى مرحله التجميع، والمرحله الثانيه مرحله القذف. مرحله التجميع دي ان بيتم تجميع السائل المنوي من الخصيتين واجزاء السائل واجزاء الجهاز التناسلي حتى قاع القضيب. مرحلة القصف اللي هو القصف من أسفل القضيب إلى خارج القضيب. المرحلة الأولى بيحصل لها تثبيط أو بن بن بنعمل لها يعني تطويل أو نبطئها عن طريق استئصال منطقة دلتا. المرحلة الثانية بنعمل لها تأخير عن طريق استئصال العضلة. دي فكرة العملية بالظبط. إن أنت بتقلل القوة المسرعة لعملية القصف. لكن القصف بيحصل كده كده في النهاية. ده موضوع منتهي، مش حاجة بقى المريض يحصل له مثلا شلل أو مش هيقذف أو مش هينجب أو الكلام ده كله مش موجود. إحنا قلنا العملية نسبة رضاها 99.6%، يعني إيه؟ يعني إيه نسبة رضاها 99.6%؟ يعني نسبة رضا المريض يعني هو راضي عن العملية ولا لأ؟ يعني أنا ممكن العملية تكون ناجحة بالنسبة لي لكن هو مش راضي. ممكن المريض يكون عنده مثلا زمن نص دقيقة وبيحصل قذف. فأنا جيت أعمل له العملية بقى 7 دقايق. أو 8 دقايق، هو مش راضي عن النتيجة. هي العملية ناجحة بالنسبة لنا كطبيب لكن هو مش راضي عن النتيجة. الكلام ده كان بيواجهنا في البدايات، لكن احنا بعد كده بقينا نعمل بريدكشن تيست، نبقى عارفين المريض بالتقريب هيبقى كام بعد العملية. يعني قبل ما تعمل العملية أنا عارف أنت هتبقى في حدود كذا. موافق بنعمل لك العملية، مش موافق عندنا بدائل أخرى. يبقى كده بقت العملية أنا ما بدخلش المريض عايز العملية، تعالى أعمل لك دي على طول. ولكن احنا عندنا بتاع حوالي 5 أو 6 عمليات بنعملهم لسرعه القذف وكلهم نتائجهم رائعه. 90% من المرضى بيستجيبوا لعمليات على عجلان دي، وده سبب شهرتها. دي الايقونه الذهبيه لعلاء كلينك. العمليه دي اتعملت لالاف المرضى.
من 36 جنسيه مختلفه، اتنشرت على التلفزيون المصري على قناه الحياه الفضائيه، وحلقاتها اتدبلجت 23 لغه، اتعرضت على 10 من اكبر المؤتمرات في العالم في تخصصات مختلفه، المسالك والطب الجنسي والذكوره والتجميل، اتنشرت في دوريات علميه كتير باسم علاء عجلان اوبريشن، يعني عمليه علاء عجلان. اتسجلت في الملكيه الفكريه المصريه والدوليه باسم عمليه علاء عجلان. احنا اللي مبتكرين العمليه دي بفضل الله عز وجل. بقالنا 13 سنه بنعملها، اثبتت كفاءه عظمى في جميع الحالات. بنعملها مع مين؟ المريض اللي ما بيستجيبش للعلاج الدوائي، المريض اللي استجابته مع العلاج الدوائي مش مريحه، المريض اللي بيجي له اثار جانبيه من العلاج الدوائي فمش قادر يكمل عليه، المريض اللي هو سنه صغير 20 سنه 22 سنه ورافض فكره انه ياخد علاج دوائي بقيه حياته، المريض اللي مركب دعامه، لان اللي مركب دعامه ده بيستفيد بالانتصاب فتره انتصاب الدعامه دي في فتره مده القصف بس، يعني هو بيستمتع بالعلاقه الجنسيه لحد ما يحصل القصف، يعني القصف عنده بعد نص دقيقه ولا بعد دقيقه هيستمتع بالدقيقه دي، وبعد كده بيكمل بشكل آلي مش حاسس باي حاجه عشان يرضي الطرف الاخر، يعني ما استفادش من عمليه الدعامه غير بدقيقه ونص دقيقه، اللي هي المده اللي قبل القصف. فطبعا عشان يستفيد بنتيجه الدعامه، الدعامه بتدي انتصاب مفتوح، لازم ناخر له القصف الى فتره اطول بكتير عشان يقدر يستمتع بشكل كافي. عمليه علاء عجلان هي حل جذري ونهائي ودائم وامن لسرعه القصف.